ألو رئيس الجمهورية الثانية، أنا من رأي أحسن فكرة بقطع النظر على الشخص، بارك الله فيه ستارك ويعطيه الصحة، مع تخلي روحه في الواجهة، خلي روحه في الواجهة ونطق باسم مجموعة، ما هوش وحده في الجمهورية الثانية، نطق باسم مجموعة وهو إلى بري أن ريسك، إلى بري أن ريسك نظام بن علي هذاك هو مصر، ومن الأول عرفناها مصر بدأت بعدنا وكملت عملت خطوة قبلنا احنا، فهمت؟ صحيح، فهمت؟ وديجا ديجا ديجا انا في المسيرات ديجا انت حكيت على الكلتور بوليتيك، وقول لهم انتوا عايزوا تسقط الحكومة، وقول لهم يسقط نظام كامل، نظام السابع. نحب نعرف كيفاش سي توت ان ريجيم، سيستم كامل لازم يسقط. قالوا لي في صفاقس خرجوا لافتات تاع الجمهورية الثانية ودزوكم جماعة المنظمين وكل. صحيح، وعندي لي بروف، ما حبيتش نهبط مع الفيسبوك. هبطت. عندي لي بروف. فهمتي؟ وعندي لي بروف كيفاش الناس تاع الجمهورية الثانية تخرج في كلمة ديجاج. عندي لي بروف راهم مسجلين، عندي لي فيديو، ما هبطش شيء في الانترنت. ما هبطش خاطر حاجه مش مساعتي بليس، ما نعملهاش. هبطت فيديوهات برشا وواحد هبطوها، فهمت؟ اما تنقطوهم لا، للتاريخ موجودين، للتاريخ اللي يحب يشوف، فهمتني؟ موجود كل شيء، موجود التاريخ يمشي بالذات في الفيسبوك، خليها عندك، تترق بنهارتي باش هبطها، فهمت؟ حقها قبل تو باهي هاكم تقرا اول مش قاعدين نقراو، اللي تسمى تمشي تقعد قدام الإنسان من بعد تخرج كذا، فما شيء إنسان ما تعرفيش شي حاجة تراو قاعدة تصير، ما تحكيش أنت قاعد في يوم تخرج راهو فما حاجة ما تفهمهاش، مش كيما التلميذ ترى أنت كي يهبط للنساء كيفاش يقعد كيفاش تهبط للنساء؟ تهبط للنساء 8 و4 العباد تكون قدام النساء 8 ونص الجيش يقول لك برا روح، فات الحكاية دي ماتير برانسيبال تقراهم ماتير بخري ما ثم زاد حاجة كيما يقريو كل مثلا حصة فيها ساعة ونص، ساعة ونص احنا تو في تونس ديما نقص منها ربع ساعة الأولى واحنا داخلين، نقص منها ربع الأخرانية واحنا خارجين، معناتها يقولوا يقريك ساعة براسك ساعة غير درج ساعة غير درجين، ما يحكيو شوية على مواضيع أخرى يخرج على الدرس درجين أخرين، وحتى في الحكاية الكل تقعد ربع ساعة ربع درجة. هيك علاش احنا يقراو 8 سوايع، يقول لك تقرا 8 سوايع في النهار، انت كل في الكل تقعد تقرا 2 سوايع، تعيش يقول لك شهر شهر. لا لا انت سمعني كيف انت تقول مثلا القرايه وما نضرب وكذا، علاش الوزير جا قال كل شيء حاط في وقته باقي في وقته، كل شيء في وقته هاني نقرا باقي، عطيني انا كيف نقص لك شهر ونص قرايه وليش فيتر ما ينقص منهم شيء، يقول لك الباقي وقته والعطال يعطي فيهم، كيفاش باش يكمل؟ معناتها هذا يحب اني بلونش، ما ماهوش حاب يقول اني بلونش. انت كي تدخل الاستاذ، الاستاذ يحرض فيك يقول لك اخرج دافع على حقك، معناتها الاستاذ يحب اني بون، معناتها مازال عباد كبار يخموا كان في روحهم ما يخموش في التلميذ. انتوا مش تحبوها اني بلونش ولا كل واحد شي يحب؟ تو كان نقص في شابيت رواد واخر شويه العباد مش تقرا، لكن يحط كل شيء على بعض العباد كل شوي تقول لك انا اني بون، علاش واحد مش يخلط؟ انا كنت نقرا عندي ولد كلاس فاك دي سيونس كي كانوا قبل يحكيو عليها العباد، بس ما تجي هي توا بالاسم قا كان الاسم في الوقت اللي تجي تحكي على المدرية. لا لا حتى قبل ما تنحى قبل ما تنحى كلاسي يصلي. لا احكي لي على المدرية اللي يصلي هذيك، انا اعرفها قال لك عليه اللي يصلي هذاك كفر عندهم، ما نطلع عليهم. يبدا خارج واحد من الجامعة الصباح كرف باقة تدخل يروح روح لنزل كله هزوها ليه مديرين ليه مديرين الإدارات الإدارة عام يخدم في إدارة في يصلي بسرقة ثم حاجة صدق
حتى تصلي في دارك ما تمشيش للجامع زاد مشكله. حتى سي ماكش راضي ضد النظام، ماكش راضي بك الامام خاطر حاطينه التجمع. تصلي في دارك مشكله، وتصلي في الجامع موالف مشكله. والمشكله الاخرى اللي جات بعد 7 نوفمبر هذا الامام مشكله. الامام ينحيوا فيهم ناس ويحطوا فيها امام اخرى. الامام مخثرة الحكاية. الإمام قبل 14 جونبير أنصر زين أنا بعد كده الله يلعن مع شنو لا عدو كلهم يا خيطان يقول لي نفاق كاكا هو كتفرش في الترجة الوطنية الصباب وخوه معروفين ويحكي باسم الثورة مرة فيهم حاجة كيف اللي جابوا في مجلس النواب؟ مجلس النواب ولا يحكي بالثورة ندوخ نبدأ نغزل في العباد نقول هذا السرك هذا حقيقة مخيال مجلس النواب قال لك هيك في جمعة في جمعة قال لك عن البار بتاع الشراب شفت كي روضة مطلوب من الثيرة يتصفق بيديها وسقيها على ليلة خدني اي يا باي شفتها تخرجت فيديو تقدم في الحملة الانتخابية كيفاش تتابع المدرية من غير ما تخرج من غير ما تخرج حاجات تخدم باش توصل في مجلس النواب يلزمك تكون معلم نتاع قفر هذا معلم نمرو 1 ما انت مش قفاف هكا برا تكون معلم في الفن والله استاذ مبرز باك بريسيس باك جديد هي وصل غادي من غير ما تشوف تاريخه راه اعرفوا الدكتور ديتاف